نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وفي عناوينها: قتلى وأكثر من 200 جريح في هجمات على مركزين للشرطة ودورية للجيش في تركيا. منظمة العفو الدولية توثق مقتل 18,000 معتقل تحت التعذيب في سجون النظام السوري خلال 5 سنوات، ومقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين بجروح في هجومين لتنظيم الدولة الإسلامية في سرت. أهلا بكم. قتل 3 أشخاص بينهم شرطي وأصيب أكثر من 217 آخرين في انفجار سيارة ملغمة استهدف مركزا للشرطة في مدينة إيلازيغ جنوب شرقية تركيا. وأكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم عقب تفقده مكان الانفجار أن 85 عنصرا من الشرطة من بين الجرحى، مشيرا إلى وجود حالات حرجة بين المصابين. وتعهد يلدرم بمواصلة الحرب على من وصفهم بالإرهابيين من جهة أخرى. قتل 5 جنود وأصيب 7 آخرون في انفجار قنبلة كانت مزروعة على الطريق أثناء مرور مركبة عسكرية في منطقة بيتليس جنوب شرقي البلاد. وفي مدينة وانا التركية أظهرت مشاهد بثتها وكالة الأناضول التركية حالة من الفزع انتابت أتراكا خلال حفل زفاف، وذلك عندما انفجرت سيارة ملغمة خارج القاعة. وأسفر الانفجار عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 40 آخرين بينهم 2 من عناصر الشرطة. في هذه الأثناء اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منظمة فتح الله جولين بمد حزب العمال الكردستاني بمعلومات لتنفيذ هجمات في تركيا. وطالب أردوغان الولايات المتحدة بعدم إطالة تسليم فتح الله جولين الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي. وأشار إلى أن بلاده تواجه هجمات ممن وصفها منظمات إرهابية مختلفة تعمل معا. ومعنا من اسطنبول مراسلنا عدنان الظاهر. عدنان، ما أهم ما جاء في كلمة أردوغان اليوم حول التفجيرات والهجمات التي استهدفت تركيا اليوم؟ في الحقيقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد بشدة الهجمات التي شنها تنظيم حزب العمال الكردستاني في العديد من المدن التركية، ربما أعنفها كان صباح اليوم في مدينة إيلازيغ شرقي تركيا والتي سقط فيها 3 قتلى بالإضافة إلى أكثر من 200 جريح، جراح بعضهم خطيرة. في الحقيقة الرئيس التركي في كلمة له أمام ممثلي منظمات المجتمع المدني الإسلامي ربط بين الهجمات التي يشنها تنظيم حزب العمال الكردستاني وأتباع منظمة فتح الله جولان التابع لرجل الدين فتح الله جولان المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن التنظيمين يعملان معا من أجل زعزعة استقرار البلاد هنا في تركيا. أردوغان قال إن هذا التنظيم، في إشارة إلى تنظيم فتح الله جولان، قال لا يختلف أبدا عن التنظيمات الإرهابية التي تهدد تركيا ومن ضمنها تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم حزب العمال الكردستاني، وقال إن جميع هذه التنظيمات بالنسبة لتركيا لا فرق بينها وهي مدرجة على قائمة الإرهاب. كما تعرف هشام، اليوم كان هناك العديد من الهجمات قبل نحو 2 ساعة الآن، أيضا وقع انفجار في مدينة بتليس شرقي تركيا راح ضحيتها أكثر من 7 إصابات في صفوف الشرطة التركية بالإضافة إلى 6 قتلى بينهم 6 جنود أتراك بالإضافة إلى رجل الأمن تركيا. التصعيد مستمر من قبل تنظيم حزب العمال الكردستاني خلال اليومين الماضيين. بالأمس أيضا سقط قتلى في مدينة وان شرقي تركيا من خلال أيضا تفجير انتحاري استهدف مركزا للشرطة التركية هناك وراح ضحيتها 3 قتلى بالإضافة إلى أكثر من 40 قتيلا. هشام، عدنان الظاهر مراسلنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. في الشأن السوري، وثقت منظمة العفو الدولية مقتل 18,000 معتقل قضوا في سجون النظام السوري خلال 5 سنوات. وتحدثت المنظمة في تقرير لها عما وصفتها بروايات مرعبة حول أشكال التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، معتبرة ذلك جريمة ضد الإنسانية. ضعوا حدا للرعب والتعذيب في سجون سوريا،
هذا هو عنوان التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية، والذي يوثق مقتل حوالي 18 ألف معتقل خلال احتجازهم، بالإضافة لفقدان ما يقارب 65 ألف شخص في مراكز الاحتجاز بين مارس آذار عام 2011 وديسمبر كانون الأول عام 2015 في سجون النظام السوري، أي بمعدل 300 شخص شهريا. وتحدثت المنظمة في التقرير عما وصفتها بالروايات المرعبة حول أشكال التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، ومنها الصعق بالصدمات الكهربائية أثناء وقوفهم في المياه، ونزع أظافر الأيدي والأرجل، والحرق بالمياه الساخنة، والضرب المبرح بخراطيم بلاستيكية وقضبان مصنوعة من السيليكون، والحرق بأعقاب السجائر، كما تعرض رجال ونساء إلى الاغتصاب والتحرش الجنسي بهدف انتزاع الاعترافات، وصولا إلى الضرب حتى الموت. كما أفادت المنظمة أن بعض الناجين تعرضوا لمشكلات عقلية حادة بسبب الاكتظاظ وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كافي، وعدم تلقيهم عناية طبية على الإطلاق. واستندت المنظمة في تقريرها على شهادات 65 ناجيا من التعذيب، وخصت بالذكر سجن سدنايا العسكري، أحد أكبر السجون السورية وأسوأها سمعة، فضلا عن الفروع الأمنية التي تشرف عليها أجهزة المخابرات. سدنايا هو عبارة عن سجن سكون، في سكون شديد، الناس ما بتقدر تعلي صوته، ما بتقدر تحكي بحرية، يعني أي حدا بيعلى صوته فهو معرض كان للعقوبة أو للضرب. المنظمة من جانبها طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما وصفتها بالانتهاكات الجسيمة. نريد دفع المجتمع الدولي وخاصة الدول المشاركة في محادثات السلام السورية لأخذ ما ورد بالتقرير بالحسبان، وعلى وجه التحديد معاناة المعتقلين والموت أثناء الحجز، بالإضافة لمعاناة عائلاتهم. وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن تعذيب وحشي في السجون الحكومية في سوريا، إذ سبق لمنظمات حقوقية أن أكدت وجود أدلة دامغة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. نبقى في سوريا، حيث قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون بجروح في قصف بالبراميل المتفجرة استهدف حي الصالحين في مدينة حلب، وشمل القصف أحياء الراموسة والعامرية وقاضي عسكر وكلية مدفعية الراموسة جنوبي المدينة. كما تعرضت مدينة حريتان وبلدة حيان في ريف حلب الشمالي لقصف جوي ومدفعي خلف أضرارا كبيرة في المنطقة، في حين لقي مدني مصرعه جراء قصف بالبراميل المتفجرة على حي طريق الباب في حلب. قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية في بيان إنها لن تصمت على هجمات النظام السوري، بما في ذلك الضربات الجوية التي استهدفت قواتها في مدينة الحسكة، ووصفتها بأنها اعتداء سافر. وكانت طائرات النظام السوري قد شنت للمرة الأولى غارات على مواقع تابعة لسيطرة القوات الكردية في مدينة الحسكة. ويأتي القصف بينما تشهد المدينة معارك بين قوات الدفاع المدني الموالية للنظام وما يعرف بقوات الأسايش الكردية في حي النشوى الشرقية. أكد المبعوث الدولي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا عدم إدخال أي مساعدات إنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا منذ شهر. وأضاف دي ميستورا أن وقف القتال لمدة 48 ساعة في مدينة حلب سيكون الموضوع الرئيسي المطروح اليوم على طاولة نقاش ما تسمى بقوة مهام الأمم المتحدة. لقد أوقفت اليوم اجتماعا يخص قوة المهام الإنسانية تعبيرا مني عن قلقي نتيجة عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى أي منطقة في سوريا فيما عدا دير الزور، وما تزال حلب خاصة الشرقية منها محاصرة، والمنطقة الغربية مهددة أن يتم محاصرتها أيضا. أصبحت محاولة إنقاذ طفل سوري من الأنقاض بعد غارة روسية على حي القاطرجي شرقي حلب الليلة الماضية أكثر القصص مأساوية، والتي تداولتها وكالات أنباء أجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشهد يحاكي الواقع السوري اليوم. هو ذا ليل حلب كما نهارها، الأصوات ذاتها حذر وتكبير، والطفل عمران أخرج المسعفون الأعوام الخمسة هذه من تحت ركام. طائر الليل سوريا كان أم روسيا حام فوق رأسه، سرق الحلم وأبقى الجاثوم يحوم هنا. مشهد يختصر عمر الصراع في بلد ينهش فيه من كل حرب وصوب، الداخل قبل الخارج. ما الذي جرى ويجري هنا؟ لم يسبق أن اتسخ عمران بهذا الشكل، يحاجج نفسه، أريد أن أستيقظ الآن. صدمة
أم رباطة جيش؟ الوضع في سوريا هنا ديدنه التشويش كهذا الطفل الذي رسم شكل الخراب في بلده. لا يريد عمران كالعشرات من أقرانه أن يفقه اللعبة هذه. عالمه الجميل لا يسع ماساة كهذه وإن كانت في حيه القاطرجي شرقي المدينة. جاء في المشاهد هذه أن 3 من الأطفال على الأقل قضوا في غارة روسية، ربما قال طيارها قبل أن يسقط حمامة انطلق بايخلي، كلمة هو قائلها واضعا إطارا للموت هنا لا شكلا للحل. لقي قرابة 10 أفراد من قوات عملية البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق الوطنية في ليبيا هجومين بسيارتين ملغمتين نفذهما تنظيم دولة الإسلامية في سرت. في السياق قتل 3 من عناصر ما يعرف بالدولة الإسلامية في اشتباكات في منطقة الحي السكني رقم 1 آخر معقل للتنظيم في المدينة. وقد تمكنت القوات الحكومية بمساندة طائرات أمريكية من استعادة مناطق في الآونة الأخيرة كانت خاضعة لتنظيم الدولة. ومعنا من طرابلس مراسلنا معتز الخريف. معتز، إذن تفاصيل أكثر عن الهجمات الانتحارية التي قام بها تنظيم الدولة الإسلامية اليوم في سرت. نعم، ظهر اليوم كان هناك تفجيرين انتحاريين يعني حدثا في منطقة حيوية في تمركز لقوات البنيان المرصوص. هذه المنطقة تحوي ورشة للأسلحة الثقيلة والأسلحة المتوسطة والخفيفة بالإضافة إلى مخزن للتموين، تموين الجبهات هناك. يعني هذا الانفجار أودى بحياة 10 أشخاص وقرابة 20 جريح، ويعني عدد من أودى بحياتهم هذا الانفجار أو الانفجارين قابل للزيادة نظرا لوجود حالات خطرة ما بين الجرحى. وفي في في المقابل يعني وبالمقابل مع هذين الانفجارين كان هناك عمليه نوعيه لقوات البنيان المرصوص في الحي رقم 1 اودت بحياه 3 من عناصر مقاتل ما يعرف بتنظيم الدوله، وهي يعني بالتالي هي عمليه ناجحه. معركه الحي رقم 1 الحي السكني رقم 1 اجلت حسب السيد احمد هديه مدير المركز الاعلامي لعمليه البنيان المرصوص لافساح الفرصه المدنيين للخروج من الحي رقم 1، بالإضافة إلى يعني عدم استطاعة مستشفى الطوارئ بمصراتة استقبال حالات جديدة، وبالتالي متوقع بأن يكون هناك اشتباك كبير في الحي رقم 1 والحي رقم 3 والتي هي آخر معاقل التنظيم وسط مدينة سرت، وبالتالي لا يمكن استقبال حالات جديدة، وهذا السبب الرئيسي لتأجيل عملية أو معركة اقتحام الحي رقم 1 والحي رقم 3. معتز، تحدثت عن خروج المدنيين من الحي رقم 1، كيف يمكن للمدنيين أن يخرجوا من هذا الحي مع سيطرة تنظيم الدولة على هذا الحي؟ هل هناك ممرات آمنة وفرتها حكومة الوفاق الوطني؟ نعم، السيد أحمد أهدية تحدث عن فتح ممرات آمنة، تحدث عن منشورات تم إلقاؤها على الحيين الأول والثالث وهي الأحياء التي لا زال تنظيم الدولة يسيطر عليها. حقيقة لم نعلم إن كان هناك يعني ممرات فتحت فعلا، ولكن بالتأكيد بحكم هذا التصريح فأن هناك ممرات لا زالت في طريقها إلى الفتح حتى يخرج هؤلاء المدنيين من تلك المناطق. وحقيقة لا نعرف إن كان هؤلاء المدنيين هم عالقين هناك، هم باقون هناك بإرادتهم. نعم. حتى هذه المعلومات حتى الآن لا زالت غير معروفة وضبابية حتى الآن. من طرابلس مراسلنا معتز الخريف، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. وكالة ناسا تستعد لإطلاق مركبة فضائية لاستكشاف كويكب بنو القريب من الأرض. أهلا بكم من جديد. قتل نحو 13 من مسلحي الحوثي وخمسة آخرون من عناصر المقاومة الشعبية الموالية لحكومة الرئيس عبد رب منصور هادي في معارك عنيفة دارت بين الطرفين بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن. وقالت مصادر عسكرية إن القوات الحكومية تسعى إلى السيطرة على منطقة الضباب في تعز بهدف فك الحصار عن معبر غراب غربي المحافظة.
هذا واستعادت قوات الجيش الوطني بمساندة المقاومة الشعبية السيطرة على مواقع عسكرية في الجهة الشرقية والغربية لمدينة تعز بعد معارك عنيفة مع الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا قراره بهدم مدرسة الخان الأحمر في بادية القدس الشرقية. يذكر أن المدرسة التابعة للسلطة الفلسطينية شيدت بإمكانيات وأدوات متواضعة عام 2009 وهي الوحيدة المتوفرة لمئات التلاميذ من التجمعات البدوية في تلك المنطقة. إنه اليوم الدراسي الثاني في مدرسة الخان الأحمر المتواجدة في بادية القدس الشرقية. داخل هذا المبنى المصنوع من الصفيح والقصب يقوم طلبة الصف السابع ومن بينهم رجاء برسم ما يجول في خاطرهم خلال حصة الفن. الاحتلال بده يسكر المدرسة يعني ويبني شارع، واحنا ما راح نقبل يعني انه يسكر المدرسة، لان هذه مدرسة للاطفال وبدنا نتعلم فيها يعني، ومش ولا نركع لهم يعني ابدا. أصدرت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا قرارا بهدم المدرسة بحجة أنها مقامة على أراضي مصنفة جيم، أي التي تخضع إداريا وأمنيا للاحتلال. قرار لم يثن كادر المدرسة من الاستمرار في أداء دورهم، خاصة وأن البدائل في منطقتهم غير متوفرة. طبعا هي مهمة جدا لخمس تجمعات بدوية تضم 162 طالب. طبعا عندنا من أول لتاسع الطلاب اللي بتخرجوا من عندنا لبعد المسافة ما بيروحوا، إذا انزالت المدرسة من هون رح يكون عندنا جهل عام في هاي التجمعات. منطقة الخان الأحمر بأكملها مهددة بالزوال بعد أن قطعت أوصالها بالشوارع والمباني الاستيطانية. تتلقى التجمعات البدوية هنا عشرات التهديدات بالمغادرة بهدف إقامة المشروع الاستيطاني المعروف بإي واحد. هذا المشروع من شأنه فصل شمال الضفة الغربية تماما عن جنوبها. في السابق كان الخان الأحمر شريانا يصل القدس بباديتها لتستمد منها ثروتها الحيوانية والغذائية من ألبان وأجبان. ها هو الخان أو ما تبقى منه اليوم بات يعد أيامه الأخيرة تمهيدا لإقامة المستوطنات الإسرائيلية مكانه. من بادية الخان الأحمر شرق القدس، بشار صغير، التلفزيون العربي. وصل رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في تونس منذ أسبوعين مشاورته مع الأحزاب والمنظمات لتكوين حكومة وحدة وطنية، وأفادت مصادر سياسية بإمكانية الإعلان عن تركيبتها مطلع الأسبوع القادم قبل عرضها على البرلمان لينيل الثقة. يبدو نسق مشاورات تكوين الحكومة المرتقبة في الأيام الأخيرة شبيها بهذه الخطوات المتسارعة لقادة الأحزاب، وهم يتوافدون يوميا لعقد اجتماعات مع رئيس الحكومة المكلف. حكومة ستعكس ميزان القوى تحت قبة البرلمان، ما يعني زيادة التمثيل لحزب النهضة الذي يحظى بأغلبية النواب. هذا معناه مطروح من بعض الأحزاب، وإحنا معناه كما قلنا من الأول متمكنين فكرة هل صارت بتبيع انتخابات عام ونص التالي، صارت نوع من الشراكة في المرحلة الأولى، هل الشراكة هذه بتولي نوع من التحالف؟ هذا معناها حقيقة قاعدين ننظروا له عن قرب. احنا ناخذ الكفاءة. مفاوضات تشهد سرية كبيرة، لكن ذلك لا يخفي ما يتعرض له يوسف الشاهد من ضغوطات سياسية من أحزاب التحالف الحاكم، آخرها تلويح حزب الاتحاد الوطني الحر بالانسحاب من المشاورات. أغلبية من كتلة الاتحاد الوطني الحر يعني كان توجهها عدم المشاركة في الحكومة، كذلك زملائنا وزميلاتنا أعضاء المكتب السياسي هناك تباين في الآراء، ثمت من مع يعني اسناد الحكومة وثمت من يعني أنه لن نشارك في الحكومة هذه. معلومات أولية تفيد بأن حكومة الوحدة الوطنية ستضم شخصيات مستقلة وسياسية حتى من خارج التحالف الحاكم، مع تقليص عدد الحقائب الوزارية وإمكانية الإبقاء على وزراء السيادة من حكومة الحبيب السيد. مخاض عسير لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، مفاوضات تحكمها التجاذبات السياسية وسط خشية من التداعيات المحتملة للضغوطات الحزبية على رئيس الحكومة المكلف الذي يستعد للإعلان عن تركيبة حكومته مطلع الأسبوع القادم. وسام الدعاسي، التلفزيون العربي، تونس. والآن مع جولة في أخبار المال والأعمال.
كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي أن نسبة البطالة في فرنسا تراجعت إلى أقل من 10% لأول مرة منذ 2012. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن نسبة البطالة في الربع الثاني من 2016 وصلت إلى 9.9%، حيث تراجعت من 10.2% في الربع السابق. هذا وفاق انخفاض النسبة توقعات خبراء الاقتصاد الذين أشارت تقديراتهم إلى وصولها إلى 10.1%. قالت الحكومة اليابانية إن صادراتها تراجعت بنسبة 14% في تموز يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في انخفاض للشهر العاشر على التوالي وفي أكبر تراجع لها منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2009. وكشفت وزارة المالية في تقرير أولي أن صادرات اليابان إلى الصين أكبر شريك تجاري للبلاد انخفضت بنسبة 12.7% عن العام الماضي. ارتفعت أسعار النفط اليوم وتجاوز خام القياس العالمي مزيج برنت 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في 6 أسابيع، مع احتمال التوصل لاتفاق على خفض الإنتاج خلال اجتماع لمنظمة البلدان المصادرة للبترول أوبك والمنتجين خارجها الشهر المقبل. وأجر تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الأجلة بسعر 47 دولارا و10 سنتات للبرميل. أظهر مسح رسمي في الصين أن متوسط أسعار المساكن الجديدة في أكبر 70 مدينة في الصين ارتفع بنسبة 7.9% على أساس سنوي في يوليو تموز، وشهدت أسعار المساكن في مدينتي شينشين وشيامين أكبر قفزة مع صعودها 40.9% و39.2% على التوالي. وظلت السوق العقارية المزدهرة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في الصين في النصف الأول من العام، مع استمرار تضرر التجارة والاستثمار من طلب ضعيف في الداخل والخارج. أعلنت السلطات الأمريكية عن إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم جنوبية كاليفورنيا إلى مناطق آمنة بعيدا عن حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة، وأمرت السلطات بإجلاء أكثر من 82 ألف شخص لمواجهة ما وصفته بتهديد وشيك على السلامة العامة وحركة السكك الحديدية والمنشآت. والآن مع أخبار الرياضة. بعد أشهر من تردد الأخبار حول رحيله، جدد النجم الجزائري رياض محرز عقده مع ناديه ليستر سيتي لأربع سنوات إضافية. محرز كان قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى أرسنال في الفترة الأخيرة، إلا أن ليستر سيتي أصر على التمسك بأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي. توج برشلونة الإسباني بلقبه الرسمي الأول هذا الموسم بعد فوزه على إشبيلية بثلاثية نظيفة في إياب الدور النهائي لكأس السوبر الإسباني. النادي الكتالوني تخطى إشبيلية ذهابا وإيابا ليستهل موسمه بلقب سيعطي كتيبة إنريكي جرعة معنوية عالية. انتهت مرحلة الذهاب من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا. المباراة المنتظرة بين روما ومستضيفه بورتو انتهت بالتعادل الإيجابي، فيما فاجأ موناكو فريق فياريال الإسباني محققا الفوز على ملعب المادريغال، مما سيجعل مهمة الغواصات الصفراء في التأهل أكثر صعوبة. أزاحت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا الستارة عن رحلة علمية مرتقبة إلى كويكبي بنو القريب من الأرض. وفي مؤتمر صحفي وصف علماء ناسا المهمة بأنها مغامرة كبيرة ستسمح بفهم أكبر للتركيبة الأولية للنظام الشمسي، فضلا عن المخاطر المحدقة بالأرض من قبل الكويكبات. ومن المقرر أن تصل المركبة الفضائية أوزيريس ريكس إلى كويكبي بنو في الشهر المقبل، على أن تعود إلى الأرض عام 2028. ويذكر أن كويكب بنو عبارة عن نيزك بدائي غني بالكربون لم تتغير تركيبته منذ 400 مليون عام تقريبا قبل بداية الحياة على الأرض. ختام النشرة، السلام عليكم.